اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج سعادتك معانا. سعدنا ان ارحب بضيفتنا اليوم الدكتوره ضياء جمال، استشاري الصحه النفسيه والاسريه والتربويه والكاتبه. اهلا بحضرتك، نورتنا يا دكتوره النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، ربنا يحفظك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه نجلاء، ربنا يخليك. كنت عايز اسال حضرتك النهارده، يعني ايه فرط حركه وتشتت انتباه، وهل هو ليه مسميات ثانيه وايه انواعه، وهل هو بس بيكون مقتصر على الاطفال الصغيرين، ولا كمان ممكن اشوف حد كبير اقول لا ده عنده فرط حركه او عنده تشتت انتباه او هو عنده نقص انتباه؟ ممكن توضح لنا؟ طبعا انا سعيده جدا ان انا موجوده معاكم النهارده. احنا لا سعد طبعا يا دكتور، نفيد ونستفيد ان شاء الله. اول حاجه اوضح لحضرتك، حضرتك بتساليني يعني ايه فرط حركه. ايوه بالظبط، ناس كتير جدا ما تفهمش يعني ايه فرط حركه، وبتتخيل ان هو سلوكيات الطفل بيكررها. أيوة. مع الوقت، وان ده وقت الطفل هيمر بيه ولما يكبر هيختفي. ايوه صح. لكن للاسف اضطراب فرط الحركه ده بيكون ناتج عن نمو عصبي. يعني ايه نمو عصبي؟ هو نمو عصبي داخل الدماغ بيبقى موجود في مرحله الطفوله وبيستمر لمرحله البلوغ وبيستمر لمرحله الرشد. بيكون ناتج، هقول لحضرتك هفهم. ايوه يا ريت. بيكون ناتج عن نقص كميه من الموصلات الكيميائيه زي ماده الدوبامين والنور ادرينالين في القشره الاماميه، جزء الفص الجبهي للطفل في المخ يعني. ايوه. اللي هم اساسا بيكونوا مسؤولين عن تنفيذ، يعني اللي هم بيسهلوا للخلايا ان هي تتابع عملها بصوره جيده. وبيكون مسؤول عن التواصل لاطراف الدماغ، اللي هم اللي بيوصلوا لاطراف الدماغ بيكملوا النمو بتاعه بصوره صحيحه. ولكن في اسباب ثانيه. ايوه. يعني مش هنقدر نقولها المره دي، نبقى نقولها مره جايه. أيوة. لان كتيره. تمام. حضرتك سالتي برضو عن المسميات. ايوه. المسميات بتاعت فرط الحركه، في بيقول اضطراب فرط حركه مع قصور انتباه. قصور الانتباه اللي هو تشتت الانتباه. ايوه، هو المسميات مختلفه. لكن التشخيص بيكون واحد. وفرط الحركه. مع تشتت انتباه. والجبل الجليدي ده ايه ده بقى؟ مسمى الفرط الحركه. يعني معظم الدكاتره كل واحد فيهم بيشخص باسم. فممكن تلاقي ناس عارفاه بالجبل الجليدي، وفي ناس عارفاه اضطراب فرط حركه مع نقص انتباه او مع قصور انتباه. يعني انا كأم مثلا لو شفت ابني وهو مثلا بيتحرك كتير في البيت، او بيجي مثلا يذاكر ما بعرفش امسكه ويقعد ويجري ده طبعا بيحصل مع كل الامهات. أيوة. امتى اقول ان هو عنده فرط حركه، او امتى اقول ان هو عنده تشتت انتباه؟ لا طبعا، انت عشان تحكمي ان هو فرط حركه لازم يكون في تشخيص دقيق، لازم يتعرض لطبيب. يعني طبعا لازم يكون في تشخيص دقيق يوضح ان الطفل ده بيمر بفرط حركه، ما لان في اضطرابات الاعراض بتاعتها متشابهه مع فرط الحركه. يعني انا ما ينفعش احكم، الطبيب هو اللي يقول لي. واحده صاحبه ماما تيجي عندنا تقول لي ابنك عنده فرط حركه، سلوكيات غريبه، ده ابنك عنده فرط حركه، ادي له المنبه ده او المنشط ده. اسمع كلامها على طول، ده اكبر غلط. دكتوره ضياء، ممكن تقولي لنا ايه هي اسباب المرض ده وايه اعراضه، وهل هو مرض سلوكي او مرض عقلي؟ تمام. بصي حضرتك استاذ ابراهيم، انا قبل ما ابدا الاسباب لازم اوضح حاجه بس. معظم اللي بيقابلوني في استشاراتي اول حاجه بيسالوني عنها بيقولوا لي حضرتك فرط الحركه ده ليه اسباب، عارفه اسبابه ايه؟ بقول لهم اسبابه ايه، حكمتوا ازاي على اطفالكم ان هم عندهم فرط حركه؟ بيقولوا لي بسبب مشاهده التلفزيون لوقت طويل. او الالعاب الالكترونيه، او ما عندهوش نشاط بدني بسبب الاضافات الغذائيه اللي هي مكسبات الطعام والحاجات اللي بتتضاف، الحلويات والحاجات، السكريات الكتير. السكريات بتعمل كده. الناس بتقعد تقول ان ده من اللي هو بيكون مسبب فرط الحركه. يعني انا لما اكل ابني شوكولاتات كتير وياكل حلويات كتير، حضرتك ما اخدتيش بالك، الناس بتقول كده. ايوه. ما لكن ده مش بيسبب فرط الحركه، ده بيزود من اعراض وحده فرط الحركه. لكن فرط يعني الحركه زي ما قلنا في الاول ان هو نقص في الناقلات العصبيه بتاعه الدماغ، نمو عصبي. دي المسببات. طيب نرجع بقى للاسباب الحقيقيه. الاسباب الحقيقيه لحد دلوقتي مفيش اسباب واضحه لاضطراب فرط الحركه، انما الاسباب اللي هم بيرجعوا ليها اضطرابات فرط الحركه بتيجي بسبب اول حاجه العامل الوراثي. ايوه. يعني ممكن يكون وراثه.
الام تعرضت للتدخين اوقات الحمل هي والاب بسبب السموم بسبب الخمور. التدخين دي؟ لا يعني الام حصل لها حاله من حالات التسمم اثناء الحمل او بعد ما ولدت الشعور الاول بعد الولاده الاولى او عارفه ماده الرصاص اللي كان بيطلوا بيها البيوت زمان بسبب الريحه بتاعتها او الالعاب بتاعه الاطفال كانت بتدهن بماده زي كده او المبيدات كل ده ممكن كل ده من الاسباب. انما بقى الاعراض بتاعته اللي حضرتك كنت بتقولي عنها من شويه اول حاجه فيها بيكون تشتت الانتباه ان طفلي بيكون مركز معايا بقى تاني حاجه بيكون مهتم بحاجه ما بيقدرش يقعد معايا 10 دقايق يذاكر بمجرد الهمس بس جنبه بينشغل بالمؤثرات الخارجيه ما بيقدرش يكمل معاك ربع ساعه بيكون عنده ضعيف ثقته بنفسه ضعيفه بيكون ملح زياده عن اللازم ماما عايز اكل وزنان. حبيبي انا بحط الاكل وزنان عايز اكل عايز اكل وبيبقى زنان الزن بيكون طريقته في النظافة مش مهتم طفل مهتم بنظافته ولا بطريقة أكله بيكون طفل الناس بتشوفه بيعمل سلوكيات غير مرغوب بيها يعني لما يكون عندك ضيوف بتبقى عايزة تخبيه من كتر اللي هو بيعمله خبيه في الدولاب بيتسلق يطلع فوق باب يطلع فوق سفرة ده كده ابنه ولا لا هي دي أعراض لكن احنا بنتعامل معاها بقى بأسلوب مش علمي. كويس الطب بقى تخصص حضرتك لكن الاباء بيتعاملوا مع الامهات بقى بسلوك مش كويس يعني ما بيساعدوا ما بيخففوش من الاعراض ده بيزودوا من الحده زي ما حضرتك كنت بتقولي لي السلاح بتاع الام ايوه سلاح الام على طول الأم اي حاجه في ايدها كل الناس عارفينه طبعا سلاح الام اي حاجه في ايدها تدبها على طول في ناس ما تعرفوش ممكن حضرتك توضح اوضح سلاح الام لا طبعا هو معروف على فكره استاذ ابراهيم ايوه سلاح الام استاذ ابراهيم استاذ شيماء تقول لحضرتك استاذه نجلاء تقول لحضرتك سلاح الام هي وهي واقفه كده يعني اللي على طول تقوم لقطاه كده ليها حركه كده بيترفع وتقوم ماسكاه وعلى طول لو ده مش موجود اي حاجه في ايدها بس في ناس ما تعرفش لا عارفه اكيد لا لو مش موجود السلاح ده يا استاذ ابراهيم باي حاجه في ايدها ايوه بنتعامل مع الاضطراب بصوره مش علميه ما عندهمش وعي لحاجه زي كده ومعظم الاباء بتشوف ان اضطراب فرط الحركه ده سلوك زي ما قلت لك ان هو سلوك طبيعي وابني هيمر بعد كده هيبقى كويس وهيبقى تمام لكن لا اضطراب فرط الحركه بينمو معاه حتى لما يكبر طبعا دلوقتي بيبقى موجود في مرحله البلوغ ومرحله الرشد زي ما انا قلت لحضرتك لكن ملهوش اسباب واضحه بيكبر معاهم لكن اسبابه ما بتكونش واضحه عليهم بيبقى ظاهر عليهم الاندفاعيه والقلق والغضب يعني ده بالنسبه للكبار طبعا هيقولوا نعمل كشف قبل الزواج اشوف عنده فرط حركه ولا ما عندوش ايوه بالظبط كده لا اطمنكم ان الجين او الكروموسوم اللي هو مسبب فرط الحركه لسه مش معروف معرفوهوش لحد دلوقتي يا نهار ابيض الله يكون فوق الناس اللي هتقبل على الجواز لا يعملوا اختبار الاول انا عارفاهم في ناس لسه قدامها شهرين وهتتجوز ربنا يعينهم اللهم طيب العلاج السلوكي لفرط الحركه او تشتت الانتباه او نقص الانتباه يعني اعمل ايه اعالج ازاي البيهيفيور ثيرابي اللي هو العلاج السلوكي بيكون مفيد مساء الخير يا فندم معانا مداخله تليفونيه اهلا بحضرتك اتفضل الو الو مساء الخير يا فندم مساء النور يا فندم اتفضلي حضرتك انا كده على الهواء يا فندم على الهواء السلام عليكم ممكن اكلم الدكتوره لو سمحت اتفضلي سامعاك يا فندم اهلا وسهلا دكتوره ضياء ازاي حضرتك اهلا وسهلا بحضرتك ربنا يحفظك عامله ايه يا دكتور وحشانا بخير الحمد لله وحضرتك كمان الحمد لله يا دكتور الاولاد عايزين يكلموا حضرتك طبعا محمود مع محمود مع حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا ازاي حضرتك يا محمود عامله ايه الحمد لله بخير يا حبيبي كويسه تمام الحمد لله في نعمه وحشتيني وانت كمان وحشتني جدا كنت عايزه اتكلم حضرتك اتكلم اتفضل يا محمود سامعك اصحاب بقى ايوه محمود الشرقاوي صح الو ريتال الو ازيك حضرتك عامله ايه ازيك يا ريتال عامله ايه
الحمد لله. ازاي حضرتك عامله ايه؟ بخير الحمد لله يا حبيبتي. ايه الاخبار؟ وحشتيني جدا. او انت كمان وحشتيني جدا. عامله ايه؟ بخير. ماما عايزه تقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا كنت عايزه اشكر حضرتك على الهواء يا دكتور على مجهود حضرتك معانا واللي حضرتك عملتيه، ان محمود كان عنده تشتت انتباه عالي وفرط حركه كانت مأثره عليه، والحمد لله يعني ان هو بقى كويس على ايد حضرتك يا دكتور. الحمد لله، ربنا يعافيه يا رب، وان شاء الله يبقى احسن دايما. ان شاء الله يا دكتور، ربنا يجازيكي خير. وعايزه برضه اقول لحضرتك حاجه، ان انا مبسوطه قوي ان حضرتك ما دخلتيش الادويه ونصحتيني ان انا ما استخدمش ادويه وامشي بالطرق العلاجيه بتاعت حضرتك، والحمد لله هو اتحسن كتير وبقى فيه احسن يعني من غير العلاج. الحمد لله الحمد لله يا استاذ شيماء، ربنا. شكرا يا دكتور، ربنا يجازيكي. اتفضلي. ونرجع تاني نكمل سؤالنا. هو كان سؤالي ايه هو العلاج السلوكي لما اعرف ان ابني عنده فرط حركه او تشتت انتباه، اعمل ايه كأم؟ ده نفس اللي انا استخدمته مع محمود اللي لسه قافل دلوقتي. البيهيفير سيرفي ده العلاج السلوكي بيكون مفيد جدا لتعزيز السلوك الايجابي عند الطفل وبيعزز السلوك السلبي عند الطفل، ويعرفه ان اللي هو بيعمله ده غير مرغوب بيه، يعني بيوجه الطفل للصوره الصحيحه، ازاي يتعامل مع الناس، ازاي يتواصل مع الاخرين، ازاي ما يكونش قلقان، ما يكونش غضبان طول الوقت، يقدر يمسك نفسه ويكون عنده اتزان. اول حاجه كمان بنعملها ان احنا بنكافئه وبنشجعه، وبستخدم معاه الميزانيه وبعد كده يعني الاب او الام اللي بيكون موجودين مع الطفل ببتدي اوجههم واخلي ازود عندهم الوعي ان انا اخلق لهم روتين ايجابي في البيت. يعني علشان يعني اوجههم صح ان هم ازاي يتعاملوا مع الحاجه. يعني انا المفروض ان انا اشوف الـ 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 الام والاب، وخصوصا الام لان هي اكتر واحده بتقعد مع الطفل. أيوة. ان انا اوجهها واوصل لها رساله تعمل ايه لما تكتشف ان ابنها مش بيركز معاها، ما تعاقبوش. أيوة. تديله حافز، بوجهها توفي بوعودها معاه لو هي وعدته مثلا هخرجك او هعمل حاجه كويسه مقابل الحاجه اللي انت عملتها فتلتزم معاه. أيوة. فهو العلاج بيبدا من هنا، بيبدا من هنا مع البيت. وبعرف الام يعني انت ما بتصليش، بتأمري ابنك يصلي. فعلا. طيب انت هتأمريني بحاجه انت ما بتنفذهاش، زي السجاير انت بتكذبي وبتقولي لي ما تكذبش. ينفعش اب بيشرب سجاير يقنع ابنه انه ما يشربش؟ هو ما يشرب. صعب برضو طبعا. وببتدي اتعامل معاه بالعلاج النفسي. طبعا هم اول ما بيجيبوا لي الطفل بيقول لي ابني زي الفل، ما فيهوش اي حاجه، ما عندوش اي مشكله نفسيه، ما حصلش اي صدمات، هو تمام. هو بس مش شاطر غير ان هو يغلبنا وياخد فلوس. دي الكلمات اللي هم بيقولوها لي. يعني بعديها اول الطفل ما بيقعد معايا اول جلسه بقدر احدد ايه المشاكل النفسيه اللي هو بيمر بيها. من خلال رسمه. من اول جلسه؟ من اول جلسه. طب حلو قوي. من خلال رسمه الطفل. حلو قوي. لان الطفل من كتر الاسئله بيمل. وبعد كده العلاج الاسري بيكون اهم كمان، لان هي اللي بتبقى موجوده معاه في البيت. يعني العلاج الاسري بيكون ليه فايده كبيره جدا، ان هم يتعاملوا معاه باسلوب ان هم اكتر وقت معاه، يكون عندهم وعي اكبر، اكتر وقت الاهل معاه. ايوه طبعا، ان انا مش هروح مع الطفل البيت. بالزبط. يعني هو بيقعد معايا نص ساعه وانا بوجهه. وزي ما قلت لحضرتك بعمل له نظام مكافاه وتشجيع من توعيه الاهل. أيوة. هم اللي بيحددوا نجاح الطفل ده في العلاج. وبمنع سلاح الام. ممنوع تماما. هل هو له تاثير على الطفل؟ ايه؟ هل سلاح الام؟ طبعا ليه تاثير على الطفل؟ بيأثر نفسي على الطفل. انت حضرتك نسيت مدرسه مره ضربتك في مدرسه؟ نسيت؟ لا استحاله. أنا مش هتنسى. نسيت والدتك ضربتك بطريقه عامله ازاي؟ استحاله مش هتنسى. صح. لحد النهارده. طيب. هتفضل فاكر. هل الادويه المنبهه تسبب مخاطر صحيه؟ ده اللي الاستاذه شيماء برضه اتكلمت في نقطه زي دي. اللي هي لسه فاصله دلوقتي تليفون. قالت ان انا استخدمت مع محمود البيهيفير ثيرابي اللي هو العلاج السلوكي، ما استخدمتش معاه الادويه. ليه؟ لان معظم الناس اللي بتيجي اول حاجه بتقولها انا بخاف من الادويه، بخاف من المنبهات، بخاف من المنشطات، بخاف من الحاجات دي، لان هي بتقول ان هي مش امنه لطفلها. لكن للاسف الادويه دي امنه وكويسه جدا نسبيا، لكن لابد من تشخيص الطبيب. يعني الدكتور لازم يشخص الحاله علشان ادي لابني العلاج المناسب للحاله. زي ما قلت لحضرتك امر الدكتور الاول
قبل ما انت تستخدمي مع ابنك اي حاجه استشيري الطبيب الاول، لان ما ينفعش تدي لابنك اي حاجه كده وخلاص. اكيد طبعا ده خطر. والعلاج بتاع المنبه او المنشط، العلاج السلوكي هو المقوي للعلاج نسبيا. يعني ما يقدرش الادويه تستغنى عن العلاج السلوكي، ما ينفعش، وما تقدرش تستغنى عن العلاج السلوكي والتربوي النهائي. لان زي ما قلنا ان الادويه امنه نسبيا، نسبيا بتهدي العرض لكن مش بتعالج اساسه. لازم الام، ايوه لازم الام هي توجه طفلها وتكون صبوره عليه، وبلاش سلاح الام. ايوه طبعا ممنوع اي حاجه في ايديها، ممنوع نهائي، ممنوع طبعاً. نهائي، وممنوع ان انا اتنرفز على طفلي بدون مبرر. بس انا عايزه اقول لك، يعني هنتكلم بطريقه واقعيه، بيبقى صعب قوي ان الام ما تتنرفزش. ما هنا بيكون في عقوبات عليها، زي ما بيكون في نظام تشجيع وتحفيز للطفل ومكافاه، بيكون في عقوبات محدده الطفل بيكون عارف بيها وعنده علم انه هيتعاقب بالصوره الفلانيه. يعني مش بنسيب الموضوع كده. يعني انا برضو اعاقبه مثلا، اعمل له ايه؟ ما هو عصبي مثلا بيتنرفز. على حسب سن الطفل، يعني ممكن اعاقب الطفل ان انا اربطه في كرسي. اربطه في كرسي؟ ما كهربوش طيب؟ لا. بدون ظهر، ويبص الحيطه ساده ما عليهاش اي رسمه، نوتي تشير يعني. ويتربط بالكرسي، عنده 7 سنين تكون 7 دقائق المده. بس ده يعني انا زعله ارحم من اربطه في كرسي. لا، انت تزعقي له وتضربيه تسببي اثر نفسي، انما كده طول ما هو قاعد على الكرسي هيفكر ازاي يراضي ماما بعد ما يتفك. معقوله؟ طب انا هجرب الموضوع. جربي، مفيش غيرك جربه كتير. طيب هو انا عايزه افهم، هل في تشابه ما بين فرط الحركه ونقص الانتباه او تشتت الانتباه؟ في فرق بينهم؟ ايوه في تشابه او في فرق. تشتت الانتباه بيكون النسبة بتاعته عالية عند الإناث أكتر من الذكور، وتشتت الانتباه والاندفاعية بتكون النسبة بتاعته أعلى عند الذكور من الإناث. إنما بقى بيكون في نوع مشترك دلوقتي اللي هو الأكثر انتشارا، إن فرط الحركة وتشتت الانتباه هما دلوقتي الأكثر انتشارا، يعني هما دول اللي موجودين دلوقتي، وبتكون نسبة التشتت مع فرط الحركة موجودة مع الاثنين. يعني تشتت الحركة، تشتت الانتباه وفرط الحركة بيكونوا موجودين عند الذكور والإناث، ده اللي موجود دلوقتي ومنتشر جدا. تمام. يعني كانت الأول النسبة عند الإناث في التشتت أعلى، وعند الذكور في الاندفاعية أكتر. لكن دلوقتي مشترك الاندفاعية والتشتت بقت بنفس النسبة تقريبا. دكتورة دقيقة، طب أعمل إيه لو أنا في البيت مثلا مع ابني ومش قادر أروح لدكتور؟ في علاج في المنزل ممكن استخدمه؟ طبعا. زي ايه؟ عندها كل العلاج، هي مش محتاجه لدكتور، هي محتاجه ان هي تتعدل، الام تتعدل والاب يتعدل. نتعدله ازاي؟ تعدله هما طبعا، عشان ان انت كل يوم بتضرب ابنك، بتهزقه، بتتصرف معاه تصرفات بهينه مش كويسه. اول ما هتتحولي تكوني الانسانه اللي احنا بنطلبها، الابن بيستغرب الام، وبيستغربها وبيتجنبها، بيخاف منها، بيفكر ان هي اول ما تقرب منه كده هتضربه بيرجع لورا. اول حاجه عايزه الام تغير طريقتها تماما، تهتم باكله، تهتم بلبسه، توفر له قدر من الحنان والحب والعطاء، وتحتوي ابنها. يعني ما تسيبش ابنها يدور على الاحتواء بره البيت، يعني ما يجيش ابنها يقول لها انا بحب خالته اكتر منك. طب انت بتحب خالته اكتر مني ليه؟ بتصبر عليه. طيب شايف فيها حاجه كويسه، كل حمله، لا بتتحمله، بتديله قدر من الاستماع حتى. أيوة. بتسمع مشكلته، بتهتم بيها، انما الام ما بيبقاش عندها وقت، معظم الوقت بتكون مشغوله، ما عندهاش وقت. ايوه صح فعلا. فده بيولد لنا طفل معدوم الثقه بنفسه، يعني ما عندوش ثقه بنفسه. لما لما يلبس حاجه كويسه وهو اللي يختارها بيكون عنده ثقه بنفسه، انما لما تجبريه على حاجه يلبسها ومن ذوقك انت، وكل مره كل مره. انا اعرف كمان ان يعني حتى لو ابني بيعمل حاجه وغلط بسيبه يتحمل نتيجه خطاه، عشان يتعلم من خطاه ويكون عنده اتخاذ القرار، ان هو يبقى قادر على اتخاذ القرار ويتحمل نتيجته سواء كانت غلط او صح. ايوه كويس. يعني لو هو مثلا عايز حاجه والحاجه دي مش كويسه وهو هيعرف ان هي مش كويسه، ما منعوش، لا اسيبه يخد التجربه، اتفضل جرب. هو ياخدها بس برضو لازم يكون في تنبيهات. ما هو يعني بس في حاجات كذا وكذا واسيبه، بيبقى في حاجات صغيره ممكن ان انا اخليه يعملها ويجرب،
وفي حاجات لا. ايوه يعني في حاجات انت عرفت ان ده غلط فجربه، فهو لما بيجرب ما تكونش مخاطرها كبيره. ايوه ما هي ما تكونش المخاطر كبيره، انت ياخد ويجرب وما تكونش المخاطر كبيره. اكيد طبعا. أيوة. اكيد لان ربنا بيكون مدينا عجينه احنا اللي بنشكلها زي ما احنا عايزين. يعني احنا بنشكل الطفل، يعني ممكن نعمله باتيه احسن ما نعمله حاجه ثانيه. جبنه ولا شوكولاته؟ باتي كويس، حاجة كويسة. جميل. طيب حابة تقدمي ايه نصايح للأمهات؟ اقدم لهم ان هم يسمعوا اولادهم ويدوروا جواهم ويشوفوا هم زعلانين من ايه، يسألوهم على طول مالك، عملت ايه النهاردة، انت كويس، ايه رأيك في اللبس ده، وانا وهي بتشتري له حاجة تاخد رأيه، تجيب له هدية. يعني علاج فرط الحركة ده علاجه الأم كله دكتور. لا هي ده اللي هيهدي من الـ من الـ من الـ من أسبابه، هيهدي من المسببات لكن مش هيعالج، ده هيهدي من حدية العرض الموجود عند الطفل، هيهدي منه شوية. أيوة لحد ما تروح للدكتور. تمام. يعني لكن لا غنى عن الدكتور. الدكتور. لأن فرط الحركة زي ما قلنا إن هو نمو عصبي. تمام. يعني ونقص في مواد كيميائية في عقل الطفل، ما ينفعش إن هي تستغنى عن الدكتور، ما ينفعش إن هي تستغنى عن العلاج السلوكي. فعلا. تمام. ونصيحة، ما ينفعش إن أنا أدي ابن أدوية ما أعرفش مخاطرها وما أعرفش هتوصل ابني لإيه. ما سمعتش كلام جارتي. لا جارتي تقول لي اعملي ابني عنده فرط حركة والدكتور قال لي ابنك بيتنطط، خدي الإزازة دي اديله منها، ابني هيبقى ابنك هيبقى كويس. لا طبعا ابنك مش هيبقى كويس، انت كده هتخلي حاله ابنك تسوء. تمام. أيوة. ويا ريت لما نختار مكان نروحه نختار مكان كويس، يعني يديني تشخيص دقيق عن حاله طفلي. بالظبط. دكتوره ضياء والله الحلقه كانت جميله وكلامك بصراحه كله افاده، وبس وقت الحلقه اللي معانا قصير ونكمل في حلقه قادمه ان شاء الله. ان شاء الله. تحبي بقى تقولي كلمه اخيره للمساعدين؟ يا رب يكونوا استمتعوا، وان شاء الله نوصل لهم استفادات اكتر، وينتظرونا دايما بحلقات جديده ان شاء الله، وعلم مختلف في كل مره. ميرسي خالص يا دكتوره، وجد بجد استمتعت وانا نفسي استفدت، ومنتظرين حضرتك لحلقات تانية ان شاء الله. ميرسي. ميرسي سعيد. احنا اسعد طبعا.